Where brother making these is? I'm that brother who you. I'm that brother who you. Trying to kill my crew. Trying to steal. Skirt, no, they family. Stand up. It's your boy Gabriel, the man is lit. Want to get back in the different video. So today I'm going to react to Ghost X featuring Dragon Fire. Apparently, this is actually like this track on slow mo. Like, slow mo can catch a break for sure. But, like, that's fine. So, this is actually like the world of hip hop and rap getting dissed and dissing other people. That is the thing. But, like, I really love slow mo's a pretty chill dude. But, like, he sometimes does some stupid shit that people don't really like. But, fuck it. So, like, I haven't been doing our big music for a while. But I think it is time to redeem myself. So, let's get into this video. Hey, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Okay. عملت هدف الهيب هوب تخصصي فاكين بارز صعب العين فاكين بارز I got fucking bars انا لغز بلا اي حل call me باي امقص هجومك ورد بالاضعف get to try تبيها بالالقاب اللي بطولة تملك اربعة تعدد وخصمي في الرب لكك خصم ذاك مني مصرع ملكه في مجال اصار ولكن حولت هنا من ابيض ذاك الفانر خصم ابو قصد ترانسفورم سو امعة انا هنا بني لخصمي سد تراكي بمثابة سور الصين متماسك ما ينهد لذلك بيد صف قارو اني باكب كي انهد اسوى ما نيجز اسراند مي يعني لو وجهتك اسوى ما نيجز اسراند مي Called up and you know my hook ترفيع Oh, he's good. I love him. His flow, the music video, the effects, everything is pretty nice. Dragon Fire. واللي شايف نفسه ملك يجي لي لنحدي ويسجل في الشركة. ما في قرار اتخذ بلا عقل بملك يعاقب بالمثل. دخلت على كتابي عفوي لقيت جثث من جدي كانت تنقتل. انت تتكلم باسمي كذا ملك لو ذا ملك في مجالي احلق شنبي ودقني ديقني ايض جاب فيوز بأقلانية لا تجوز اللي زيك براحة فوزة ما موسف انشهروا من مدك بوز انظف خبارك بالليركس اثارك بانت اثارك مشى طلقاتي اسطر انقدمت واتشتتت افكارك في الدنة تدارك هذه الموهبة ما هي لمثالك الراب اشتكاني وقال لي احريقه ببيت دوب انعالك لا تشتكيني مجتمع اختاروا سوق التقليدي اتجهوا الى الموسيقى المصطنعة وقدركوا الراب الحقيقي تعال ابو خذ مني علم بمعرفة كتبي تاني اللي زيكم اخذوا طقطقة ما خلي من بعده عرق في جبيني اما بالنسبة للناس اللي اختلفوا ما يهمني كل اللي صار اللي تحت واللي منا كل شحط ولا ذاك الانتصار مين فار في الافطار انت بطيء بار ثرثار ما انت رابر بار فار لحقت بياخذ دين لساني وقلم لعين كلهم اسمي يرتبكوا هذا الاسم لهم كوكايين قضية قاصرين والبرين تالف هنا مقاتلين مين في الشارع ما في توقيع مخالف واجه طارق مين وركب في وجهك ارباك وجهك طارف مين وقتها ما راح افيدك الهاشتاج ما راح تفيدك الاخلاق من بعد ما دعسك بيك ايه جاب راسك بالمايك بدون قرينة و ام ام ايه دكتور فاير دكتور فاير احذر من غضبة ما في لحم جلى عنده رفضة اجيلك في الحلم واليقظة عنده من واحد لعشرة بدون توقيع بتلاقي ترفيع الين ما جاء من بصرة نجاز فيك مفينا خلك في حالك ولا تجيب طرينا عشان نغلقة السوشيال ميديا تحسب انك كذا راح تأذينا ما صلى مشترك اقلك كذا ناديك بصير نادينا سجل عندك فاك يو من عيال المدينة نحلم ما تطلب الخلع للأسف صنعتك ما هي على رجل وأنا برجع الهيبة للصلع نحلم ما تطلب الخلع للأسف صنعتك ما هي على رجل وأنا برجع الهيبة للصلع Go follow Dr. Fire and Ghost. I actually don't know when the music video was actually released. Okay, let me check it out. Yeah, April 19th. Yo, why was it like an odd logo of Instagram? But like, whatever, like,
Thank you guys for watching this video. Like, I really enjoyed this one. Like, the flow, the beat, and the video, like the video effects were pretty nice. And like his voice was like, how to say, like, soft. Like, it was like, it's like it was caressing my ears. That was pretty nice, and I really love this one. So like, thank you guys for tuning in. I really appreciated that. Don't forget to hit the like and the subscribe, and see you next time.